معركة كربلاء، المعركة التي استشهد فيها حفيد النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن علي بن أبي طالب، هي معركة وقعت في العاشر من المحرم سنة 61 هجرية بمدينة كربلاء بالعراق بين الحسين بن علي بن أبي طالب وجيش يزيد بن معاوية. وسببها أن يزيدا لما ولي الخلافة رفض الحسين مبايعته وكان بالمدينة، فتركها ورحل إلى مكة، واجتمع الشيعة بالكوفة وأرسلوا له كتبا يدعونه إلى الذهاب إليهم. فلما وصلت تلك الرسائل إلى الحسين بعث ابن عمه مسلم بن عقيل ليتبين حقيقة الأمر، فصار إلى الكوفة والتف حوله كثير من الشيعة وبايعوه، فاغتر بما شاهده وأرسل إلى الحسين يستحثه على القدوم. وفي تلك الأثناء تولى عبيد الله بن زياد إمارة الكوفة إلى جانب البصرة، فأخذ الشيعة بالشدة فتفرقوا عن مسلم بن عقيل وانتهى الأمر بقتله. ولما استبطأ الحسين أخبار مسلم خرج إلى الكوفة على رأس 80 رجلا، فلما دنا منها وعلم بقتل مسلم بن عقيل وخذلان أهلها له هم بالرجوع، لكن إخوة مسلم صمموا على الأخذ بثأر أخيهم أو يقتلون دونه، فنزل الحسين على رأيهم وسار حتى نزل كربلاء، وهناك التقى جيش عبيد الله بن زياد ونشب قتال بينهما انتهى بمقتل الحسين عليه السلام وكثير من أهل بيته.